الحمد لله تهنا لأولمبياد باريس، كانت فرحة واحدة، هسه صارت الفرحة فرحتين، حصلت أهداف بطولة تحت 23، الحمد لله ما جت من فراغ، أكيد جهد كادر التدريب واللاعبين، وأداء إجازة لأروح والدي الله يرحمه، وإن شاء الله قادم الأيام والبطولات نقدم كل ما عندنا كلاعبين وخدمة منتخبنا الوطني العراقي أو نفرح جمهورنا العراقي ونسعدهم دوم يا رب. إيد واحدة ما تصفك إذا مو موجود الاتحاد العراقي، إذا كان نفسيا أو معنويا، وإذا مو موجود الكادر التدريبي ووجود زملاء اللاعبين أكيد ما تحصل هاي الجائزة الثمينة. الحمد لله ساعدوني اللاعبين اخواني قدرت احصل على الجائزة ونتأهل الى اولمبياد باريس.